والشوب المداس. هي اجلت هي واتبعها اتبعها انزعوا 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 شوي. انا قايل لكم لا سرحوفتم بالعرب لا تتجمهروا فوق الاثر. هلا زرضاع والله انكم ما تعرفون الحوفه من النوفه ولا الوطيه من الدوسه ولا الطين من العجين. اشوف بس اعطي عباتي يا عجلان. بلاش بحمتوش ولا بالربع. يلا يا الربع يلا بعكاش. يلا يا الربع قولتك. يلا مو كل شيء ينعرف ينقال وكل شيء له ثمن. خذلت يا عكاش وانا اقول عنك فارس الديره ربيط ينهزم منك يا حيف يا حيف. سامع يا حبيبي يا عكاش؟ هذا الشيخ منور روح الرشق على روسنا. انا بدي اسالك بس وش حال الشعار والقصاد وش راح يقولوا؟ ربيتك وعلمتك السير فارس حتى أتلومس بيك بين الناس والعربان. هذه نتيجة الفروسية، تجيب للعار وتسقط راسي وتطيح راسي. تعا 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 تعا. ما عاش اللي يذلك ويهينك يا حامد. يظل عكاش ولدنا، نسامحوا هالنوبة. هم ناس أبوي يا شيخ منو اللي أزهموا البواق وعوده مكتوف، ولو أظل طول العمر أدوه معود للديه ولا تشوف وجهي إلا والبواق الخسيس النذل الخاسي يبيت قدامكم. السموحة يا شيخ شوما. نوفا ما هي بالبحر. انت هان ظنيتها بالبيت وانت سارح. لوذي على الحرم غديها تعود. وين راحت؟ ما ادري، علمي بيها تحوم بالبحرم، وكاد انها طلعت تنشد عن سوالف الديرة قطيع على النسوان وسوالفها. وانت لو ايش ما تنشد عن سوالف الديرة يا ابو سوين؟ وش لي بسوالف الديرة؟ الناس ما يجينا منهم غير البلاوي. وش تريدي من نوفا؟ ردت اطمئن عليك وانشدها عنك. الحمد لله كنت وجعان وخفيت. زين علمها اني لفيتها. مع السلامة. اعلمها نوفا نوفا.
الكل ما يسأل ولا ينشد غير عن نوفة على أبو بسويلة. يا ويل يا ويل يا ويل حال، وين راح عكاش يا أبو عكاش؟ وين راح العين؟ بنعود عكاش بالربيط، هذا هو ولدنا الانتخاب بتقول. لا بالله لا بالله، اللي معود بالربيط وهو مكتف وقاطه قدامه ورماه بالحفرة. ترى اسمعي العلم الوكاد، الدين الذيب خذاه من حضنك واخطفه واخطفه وكلاه هو رضيع. المخاب ظني يا وجوه الخير يكون كجيرها الحين بديرة منور ويشرب القهوة ببيته. اي احنا يالك يا كشير. هذا اذا ما عطلوا شيء بالطريق يكون وصلهم يا شيخ حاول. وش ودي يعطلوا يا عسبل وهو بظهر الجربة؟ لا تنسى الجربة وفعايلها يا الربع، وفعايل اللي بظهرها بعد. الجربة سابق الريح يا جماعة الخير. سمعت يا عسبل؟ سمعت طال عمرك. عاد رأيي من رأي جارح، وأقول هنا يالك يا كشير. إنسان الخصل والشيخ منور يجوز انتحراه باكر. إن شاء الله إن شاء الله يعود بالسلامة. نسوان الديرة توخرن عني. ما وخرهن غير علومة الديرة. مخبر علومة توخرهن عني. الربيت أدري عن الربيت أدري، هذا ما يمنحن. ملحة ملحة. هي تامري يا عمتي. يا هلا والله يا هلا. تسلمي لك. نجت عنك بالبيت، لقيت بسويلم قاعد بالشق. آخ يا شماء. هي لأنك موجوعة من الصقايط. قومي قومي رافقيني للبيت واشكيلي مواجهك. خلانا لقي من اللبن مثل الكلب. تضحك؟ زين يجي يوم وخويك يقع بين يدي وراويه. ظنيت انك بدك تسامحه لاجل عيون المها. اي لاجل عيون المها اسامحه دنيا واخره. Thank you.
صوتي ناديك يا شيخ صالح. اي الصوت طالع للسماء، لو كان مع الارض تلاقيه يخلع. يبيه من هذا اللي يناديني وما شفت زولو؟ تفضلي يا هلا. تفضلي هلا والله. قبل ما تلفن كنت اقول من هي المزيونه اللي بديرتنا تشمخ بزينها على الناس. المها يا عمه. ايه المها؟ المها ما تشمخ على الناس، المها بنت الشيخ حامد وخذت من طباعه. العاد نوفا ما بغيرها شايفه حالها. نوفا؟ ايه نوفا تظن حالها فوق الحريم كلهن. حتى انا؟ ملحة. ايه يا عمة؟ بحس حالي اقل من الحريم يا شو. ليه يا بنت الناس؟ احس الله مامت الزين جاي الحرم. الزين عند اللي ما يستحقه ما له مقدار. هذه صدقتي. سلم ايديك يا مزنة. الفطور يمه. الله يرضى عليك يا ولدي، عدد منجوم السماء طلت عليك. اللقمة يمه. الله يرضى عليك يا ولدي، عدد ما الزوبعة من الرمل نعفت عليك. كلي هذه اللقمة الثانية. كلي يمه. شبعت يا ولدي. شبعتي؟ ما كليتي غير لقمتين. بيهن كفو يا ولدي. الله يرضى عليك، عدد ما رديت علي وعدد ما ناديت عليك. لا عاد يا ميمتي، ودي ترخصي لي ازهم البيت الشيخ عابس. سمعت النسيبه. من هو نسيبه؟ ما تذكري هند؟ هند بنت الشيخ عابس. علامها. تزوجت من ولد شيخ ينقال له بادي. ومن هو بادي؟ بادي ولد شيخ ينقال له منور من ديرة الثانية. وهي هند تزوجت؟ تزوجت يا ميمتي، تزوجت قبل حول. وعساها بخير. بنت شيخ وتزوجت ولد شيخ، ما عليها خلاف. سمعت ان بادي لفى بيت الشيخ عابس لاجل يزوره. وش عليه يا ولدي؟ وش عليه؟ اريد ازهم البيت الشيخ عابس لاجل اتعرف عليه. الله يرضى عليك يا ولدي، عدد ما درتي حنت عليك. أحب راسك. الله يرضى عليك يا ولدي. يا مزنة، ما ودي أوصيك على ما. زين يا رجال، زين. عمتي نوفا. يا عمة نوفا. علامة يا ملحة. يا عمي أبو سويلم، أريد عمتي نوفا. نوفا؟ كل الناس ما تنشد غير عن نوفا، وش تريدي منها؟ أرسلتني طويلة العمر الشيخة عليا تريد العمة نوفا. العمة عليا طويلة العمر تريد نوفا؟ إيه. زين روح الحين، وحين تلفي تجيكم بالحال. نوفا نوفا.
السلام ورحمة الله. يا هلا يا ولدي، تفضل. علامك يا ركان، توخرت علينا. ما يخافاك يا طويل العمر، فقدت الحلال وأطراف الديرة. نشمي يا ولدي، نشمي. وانت يا بعد علامك مستعجل يا ولدي. أريدك ترخص لي يا شيخ، وعدت أبوي ما طول. علامك يا ولدي، ما لك عندنا إلا أسبوع. مدري يا شيخ، الفكر مشغول والقلب هوجس بالديرة. الغايب تصيبه الهواجس، ومن حقك تهوجس يا ولدي. لكن أبوك الشيخ منور راعي النفيلة ما شاء الله عليه، ودريتكم بخير بإذن الله. أنا أشهد اللي بالشيخ منور مخبور. ما عليك زود يا ركان، ما عليك زود. حتى رويعي ما يريدك تروح من عندنا. وشلون وانت جوز بنتي مثل ولدي؟ القوة يا الربع، قوة عزائمك يا ولدي. هان 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 هان، تريح يا ولدي، تريح. ريح بالك طال عمرك، وكاد انك بادي. يا هلا بيك وبالمهل اللي ما يولي. يوم عرسك كنت برات الديرة، وتظل بخاطري اتعرف عليك. هلا هلا بردان. هلا عز الله يا نوف، لولا طويلة العمر أرسلت ليش ملحة لجلت فيها بالحال، غير أنعف عليك التراب. علامك يا ابن الحلال. وين كنتي؟ كنت بالديرة لجل مصلوحك. تطمن، الديرة بمان. يا ابو سويلم، خذ الغنم وارعى بيهن، حرام يموتن من الجوع والعطش. وش دراش ان الديرة بمان؟ شومة. شومة؟ شومة وش دراها؟ شومة تعرف كل أخبار الديرة يا أبو سويلم، لجنها حرمة تراعي البل ويحوم حوالين الديرة. زين زين يا نوفة، لجل إنه الديرة بأمان وإنك مزيونة بطلت أنعف عليك التراب، بالحال تلقي راسك لعند عليا. عليا؟ إيه. زين. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا بمرهج، تريح يا ولدي تريح. عشت يا عمي عشت. تريح يا هلا. يا الربع، ترى لي نية أزهم يوم الصيد وادور لي على رفيق. ترى اللي ببالك ببالي بعد ابن الشيخ. ترى الحباري واجد يم الشعيب الغربي. اها، وايش رايك ترافقنا للقنيص يا بادي؟ بلعون انك ترافق يا رداد. ترى رداد يمه صقر ما مثله بالجوارح. طيري غدا والسلوقي راح، لا يا حلالات يا طيري. زين يا رداد زين، لعاد دوره الأرانب يا ولدي. أعتب عليك يا نوفة، كل حريم الديرة يلفنك اليوم ويتقهون عندي وانتي ما تلفيني. ألينك بالقلب طال عمرك، لكن يعني كل واحدة وبيتها. اسمع انك متهنيه مع ابو سويلم. ايه الحمد لله، ابو سويلم يستاهل كل خير. هنياله بالحرمه اللي ما تقول عنه الا كل خير. اريد منك شيء. ابشري طال عمرك. ولدي بادي، الله يخلي لك ويخلي الكل عين رجاها. هذا بادي بعد ما تزوج من هند
خذاها زيارة لعند أهلها. عوايد الناس؟ عوايد الناس يقعد بحرمته شهر عن نسايبه. إيه؟ وأنا أريد أحضر له مفرش معدل من تحت ديتش حين يعود. سمعت إنك نشمية بصباغ الصوف ومعدلة بالنسيج عالنول. طال عمرك، الحرمة حين تفتل الصوف تفتل همومها، وأنا ما عندي من الهموم شيء لأجل أفتله، ولو نخيت أصابعي ما يردم. هذه وحدة. والثانية؟ والثانية هي طويلة العمر، ما أقدر أبحر على حالي وإنه مصبغة بالصباغ، هذا ما هو من ثوبي. بلعوني نرتبخني تشينوفا، وزادت محبتي وتقديري لك حين رفضت تطلبي وما رضيت تراضيني. على كل حال إذا جارت عليك الأيام تراني خويتي تشينوفا. خبريني عنك عن حماتك. مزيونة وقوية وما حد يقدر عليها من زود ذكاها. قاسية عليك؟ لله يا خيتي، إلينها تريدني وتعزني. ترمي بينك وبين بادي؟ لا يا خيتي، بس انت تعرفيني زين، لو حصل هذا الأمر باخذ بجالي وحافظ على زوجي وبيتي. القوة يوا. هلا يبا. قويت يبا. اقعدين اقعدين. قاعد الحالي بشي، ما عندي حل. بعد ترواعي مشوار قلت اجي واسولف معاك. هلا والله يبا. الحين انت يبا بديرت الشيخ منور. الشيخ منور شيخ غانم ومصيط بين كل العربان، وابوك بعد يابا كل العربان وكل الشيوخ تعرفوا شيء. ادري يابا، وباذن الله يضل راسك مرفوع. بارك الله فيك يابا، بارك الله فيك. هذا اتفقنا يا شخصار، انا تكلمت لك ببيض وانت غدرتني وتسللت وفكيته من الحفره، وانا كنت ودي افكه بيدي. انطح فالك يا الضيف، ترى الصيد واجد. ما كان العشم بيك يا شخصار تخلي ربعي يلدوا علي مثل السقيطه. انا كنت ناوي افك الحبل عنه واترك الحبل بالحفره لاجل يقول الربع ان ربيط فك نفسه، لكن حين ما لقوا الحبل قالوا حد لفاه وقطع الحبل عن رجليه وانهزم بالحبل اللي ظل مربوط على ايديه. وبعد حينها لامون شلون يتسلل حد للحفوه على غفله عني، وما حد بالسالفه غيرك يا شكسار. اسمع يا عكاش، انا ما غدرت بيك،
ولا عاودت لديرتكم ولا طبيت بالحفرة ولا فكيت حوام. ومين هو اللي فك عبارته؟ هذا حوام عندك اسأله. كنت منيع بالحفرة وإن أشوف الطير، طير ما شفت مثل بطيور البراري، يا كثر جنحانه وكل ريش بلون بعد، وإن استغيث بيها وتيجي وتفك الحبل عن رجولي، وانهزمت بساعة. ما استنيت أتفك الحبل عن إيدي، انهزمت بساعة وموعيت على حالي غير عن شك صار، وإني أشوي بالأرنب. عكاش يقول لك طيرة. طيرة؟ ليه يا عكاش؟ ما تدري إنه طيور الحلم يرافقن ابن آدم؟ يا عكاش ما ودك تأكل من زادي؟ لا بالله ما أكل من زادك، بالله تنطيني مطلوبي. أنطيك اللي ودك إياه يا عكاش، لكن بعد ما تأكل من زادي. شلون تقبل لنفسك المهانة وحنا ما نقبلها لك؟ انت حامد، حامد ابو عكاش، ما يصير تقعد بين الحريم معفر مغبر. يبا هداك الله، البس عقالك وازهم البيت الشيخ منور واقعد بمكانك بين رجال. هذا عهد يبا يا المهام، ما حط العقال على راسي ولا اشيل السلاح اللي تشيله الرجاجيل الا لما عكاش يعود بالربيط وحطه الافراح لا يصلي علمه انه هالثياب كرته. يا ويل حظي يا ويلي. يبا هداك ارجع شلما لا ترجيني، تخافش عندي كبير. هذا أنا أكلت موت ثانية، والحين أريدك تسمع مني. قول يا عكر. أنا عاهدت ربعي ما يشوفوا لي وجه بنوم إن ما عاودت لهم بربيط. لأجل تثبت لهم إنك فارس الديرة، ولأجل أشيل من عقولهم السقاطة. إيه أنت خاس زين. حوام، حوام رجل قوي، والحرج معي ما هو معك. ما تسمع وش يقول؟ وده ياخذني ربيط. وش عليه؟ عكاش ياخذك ربيط، لكن اندفع رهن. اقعد اقعد. الرهن اللي تريده. اسمع يا عكاش، ترى حوام خويي مفرط بيه، اريد اتوكد من سلامته انه يرجع سالم وغانم، وبغير الرهن ما سلمه للموت. اهن عقالي. عقالك يا عكاش؟ وش لي بعقالك؟ لو نشدوك عنه تقولوا انه تقطع ورميته. تريد دراهم انطيك. مالي عوزة بالدراهم يا عكاش وانا بالفلا، واي شيء اريده اخذه من غير دراهم. لا عاد وش الرهن اللي تريده؟ أريد الحلق اللي بإذن أختك. المها
وبعدين يمه، والمتى ودك تضلتش مهمومة؟ لولا العكاش معتمد على ذراعه ما كان زهم ليرد البواق. عز الله، لولا هصير قالب ثمام الناس لدور على وجهي بالخلا من سقاطة عكاش ومن عمايلتش. انت السبب باللي صار. زين يمه، أنا اللي ودي أغرب عن وجهك لحين تاتي. وين؟ إياك تبوحي لحد بسرج. لا يمه، ما هي المها اللي تفضح أهلها وتفضح روحها. اسمعني يا عكاش، إن كنت تريد تسلم بروحك تلفيني بالحلق وتاخذ حوام ربيط وتعاود لديرتك فارس. الحلق ما غيره، تراني لمحته. وش عوزتك في الحلق يا شيخ شكسار؟ ما هقيت انك تريد تعلق حلق حومه بذنيك. ما سويها يا عكاش، لكن حين يكون حلق اختك عندي تحسب الف حساب لحياه حوام. الحلق يا عكاش يدل على شرف البنت، وما هقيت انك تفرط بي. ويظل خوفك من ان نزهم لراعي البل. راعي البل؟ ايه، راعي البل اللي انهزم من حوام. ملوح؟ ايه ملوح. يعني ان ما قاوت حوام سال من غانم تريد تتهم ملوح باختي؟ اخس عليك يا شيخ شكسار. لا، ما اتهمها بملوح. لا عاد وش فود الحلق؟ اتهمها بحوام اللي فكت وثاقه. المها؟ ما هي المها يا لاقي خير، ما هي المها، الطيرة. عطاك الشيخ. بمان الله يا عكاش. هل انك بلويشك صار ترهن خويك بحلق حرمه؟ من وين تعلمت كل هالبلاوي هذه؟ اللي يعيش حياتنا يتعلم. حنتوش يدري عن كل شيء. هل أدري؟ هدري أنت يلي فكيتها يا الربي. أي تصدين، ما تبين تعترفين؟ ها، أنت هل فكيتها يا الربي. أنت وش اللي دراك؟ اسمعي،
حنتوش ما ينقال له وش تراك، حنتوش فطين ذهين. يوم اني مريت جنب ور بيتكم شفت اثر مداس رجال لابسته انثى، والمداس ملبوس بالمقلوب، هذا لاجل اللي جابوا حنتوش يقص الاثر. تقولين لهم لا مهانة، ما يصير، انت اللي فكيتي الربيع. وانت وش اللي عرفك انه ملبوس بالمقلوب؟ وش عرفني؟ انا هقولش عشان لا تنشديني مرة ثانية. وش عرفني؟ ليش اني يوم قصيت الاثر لقيت اثر الكعب اكثر من الاصابع، وبنادم اللي مشى يصير ثقله على اصابعه مهو على الكعب. عرفتي شلون؟ هذا معناته ان هالمداس ملبوس مقلوب. ومين يصدق انه ملبوس بالمقلوب؟ شلون يثبت بالرجل يا حنتوش؟ يصدقوا حين يعرفون انش قاعده مقرمزه وحاطه ايدك على اطراف اصابعك وتمشين كذا، ها كذا يصير الاثر الكعب داخل اكثر من الاصابع. وش هو دليلك انه انا صاحبه الاثر؟ هاي تريدين دليلي؟ انا حين قصيت الاثر شفته ماشي من ورب عند الحفره، بعدين راح الاثر صوب المحرم جنب بيتكم. يوم انه وصل للبيت انقطع الاثر وبده اثر بنيه ماشيه لداخل البيت. وليه ما علمت العرب هالهرج عند الحفره؟ هقول الهرج عند العرب؟ انت مجنونه، تعرفين وش يصير فيك لو اقوله؟ والحين انت ناوي تعلم عني؟ لا يا المها، انا لو اريد اعلمهم عنك كنت تعلمتهم من زمان، بس انا الحقيقه ها ودي منك شيء ثاني. وش تريد يا لاقي خير؟ اللي اريده الحقيقة أنا رجال كبير وما عندي أحد يشفق علي، ومرتي ولت من زمان، ودي بمزيونتي قبل الموت أتلاعبني ولاعبها وتهمزني وما همزها. أريد أتجوزك وتصيري حليلتي. تزوجني؟ وإن ما وافقت يا حنتوش؟ وشو؟ أن ما وافقتي؟ وش هتسوي يا حنتوش؟ وش هتسوي يا حنتوش؟ هل ما وافقتي؟ أعلمهم. الصبر زين. عكاش هذا ما هو مكانك، مكانك جنبي. لا بالله يا شيخ منور، لا بالله هذا مكاني.